حالياً الإنتاج الفاسيليتيز بإمكان إيصاله إلى 240 ألف برميل، هذا اليوم 150 ألف برميل، بس بإمكاننا تصعيد الإنتاج إلى 240 ألف برميل. إن شاء الله العام القادم سوف نفرح سوية بتصعيد الإنتاج إلى 400 ألف برميل بعد استكمال مشروع محطة عزل غاز CBF2 من قبل شركة بتروفاك وبإدارة شركة KBR ونفط البصرة.